اهلا بيكم حبايبي طلاب وطلبات الصف الثاني الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. نكمل النهارده مع بعضنا الاسئله بتاع الدرس التاني في الوحده الثالثه scientific term. The type of reproduction، نوع التكاثر في الهيومن بينج، نوع التكاثر في الانسان ايه؟ طبعا sexual reproduction. اتنين، رقم اتنين يا ولاد هي محلول اهي، ان اوفال شيب، غدة تشبه شكلها بيضاوي، بتنتج الميل جاميت، جاميتات مذكرة. هنا بنتكلم على التست، تستس اللي هي مين؟ الخاصيتين او تو تستس. ساك لايك ستراكتشر، تركيب يشبه الكيس، ذات ريجيوليت انت كيب ذات امبريتشر. يا ترى ايه الكيس اللي بيحفظ درجة حرارة الخاصيتين درجتين اقل من درجة حرارة تجويف الجسم؟ انا بتكلم على كيس اسمه كيس الصفن بالعربي، بس بالانجليزي معناه ايه؟ سكروتال ساك. اوكي، سكروتال ايه يا ولاد؟ سكروتال ساك. تبقى الاجابة يا ولاد سكروتال ساك. اوكي، اللي بعد group of gland، مجموعة من الغدد their function is to secrete semen. semen اللي هو السائل المنوي. طبعا يا ولاد الغدد اللي بتفرز السائل المنوي اللي هي الغدد التناسلية الملحقة اسمها genital associated glands. اوكي، تبقى الإجابة genital associated glands. اللي بعد ميل سكس هرمون، هرمون جنسي في الذكر، مسؤول عن ابيرنس، ظهور سكندري ميل سكس كاركترز، ظهور الصفات الجنسيه الثانويه لدى الذكر. هنا بنتكلم على مين؟ تستوستيرون. تستوستيرون تستوستيرون هرمون، هذا الهرمون مسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه لدى الرجل. اوكي، تستوستيرون هرمون، بس هنا او يا ولاد مش ايه، انا اسف. اللي بعده جروب اوف فاين كونفوليوتد تيوب، انابيب ملتفه دقيقه، ها، كونكتد تو ذا تيستس، مرتبطه بالتيستس. طبعا هنا بيتكلم على مين يا ولاد؟ بيتكلم على حاجة اسمها ايبيديدمس. اوكي، ايبيديدمس يا ولاد لها اسم كده بالعربي اسمه البربغ، بس طبعا مش مهم اوي نعرفها بالعربي، هي اسمها ايبيديدمس. ده يا ولاد اللي بيتخزن فيه الحيوانات المنوية. اللي بعده الترانسفيرز سبيرم، بينتقل الحيوانات المنوية من التستس تو ذا يوريثرا. يا ترى مين اللي بينقل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى اليوريثرا، القناة البولية التناسلية؟ هنا بتكلم على حاجة اسمها الوعاءان الناقلان اللي هي فاز ديفرانس. فاز ديفرانس. اللي بعده فلويد سكريت باي ميل جينيتال اسوشيتد جلاند، السائل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو سيمينال فلويد. اوكي، سيمينال ايه؟ فلويد. اللي بعده ميل ريبرودكتيف اورجان، عضو في الجهاز التناسلي في الذكر، خلاله اليورين اند سيمينال فلويد باس اوتسايد ذا بودي، العضو اللي من خلاله بيطلع بره البول والسائل المنوي. هنا بيتكلم على البينس اللي هو القديم. اوكي، اللي بعده تو جلاندز ذات برودوس ذا فيميل جاميت، غدتين بيفرزوا الجاميتات المؤنث. هنا بنتكلم على التو اوفري المبيضين. فيميل ريبرودكتيف اورجان، عضو في الجهاز التناسلي في الانثى، مسؤول عن افراز الفيميل سكس هرمون. طبعا هنا بنتكلم على الاوفري برضو اللي هو المبيض. The female sex hormone
which responsible for appearance of secondary female sex characters. هرمون في الأنثى مسؤول عن ظهور خصائص الجنسية الثانوية لدى الأنثى اللي هي إيه؟ استروجين. فيميل سكس هرمون which responsible for continuity. هرمون في الأنثى مسؤول عن استمرار الحمل اللي هو بروجسترون. The process رقم 14. أنا عمال أحل يا ولاد ونسيت أرفع، أنا بعتذر جدا جدا، نسيت أرفع الورقة لفوق. تقريبا نعيد تاني رقم 11. الفيميل ريبرودكتيف أورجان عضو في الجهاز التناسلي في الأنثى بيفرز الفيميل سكس الهرمونات الجنسية الثانوية لدى الأنثى، الهرمونات الجنسية لدى الأنثى اللي هو الأوفري. الأوفري بيفرز طبعا الأستروجين والبروجسترون. فيميل سكس هرمون العضو هرمون في الجهاز هرمون جنسي في الأنثى مسؤول عن ظهور الخصائص الجنسية الثانوية طبعا الأستروجين. رقم 13. الفيميل سكس هرمون which responsible for مسؤول عن استمرار الحمل بروجسترون. 14 بقى process of producing عملية إنتاج الأوفا اللي هي البويضات كل 28 يوم، دي بيسموها عملية التبويض. اوكي اللي هي ايه بقى يا ولاد؟ هي بيسموها ovulation cycle او ovulation عملية التبويض. فينومينا هابن ان فيميل افري 28 دايز عملية بتحصل في الأنثى كل 28 يوم. يعني بنتكلم على الدورة الشهرية اللي هي منسترال سايكل. اوكي منسترال ايه يا ولاد؟ منسترال سايكل. اللي هي الدورة الشهرية. 16. تيوب أنبوبة with funnel shape. أنبوبة لها فتحة قمعية funnel عاملة زي القمعة بتنقل الأوفيوم البويضة إلى اليوترس إلى الرحم. هنا بتكلم على الفالوبيان تيوب، صح يا ولاد؟ طيب الإجابة إيه؟ فالوبيان تيوب. فالوبيان إيه؟ تيوب، قناة فالوب. 17. طبعا لما يديك رقم كده وتحت نقط ده معناه إن كل ده إجابتها واحدة، يعني صيغ مختلفة لنفس السؤال بس الإجابة هي هي. هولوبير من غير ما أكمل عضو كمثر الشكل، هنا بيتكلم على مين يا ولاد؟ بيتكلم على الرحم يوترس. أوكي ولو لقينا التانية هنلاقي برضو إجابتها يوترس. في ميل سكس أورجان عضو في الجهاز التناسلي في الأنثى which locate in the abdominal cavity يقع في التجويف البطني between urinary bladder ما بين المثانة البولية and the rectum المستقيم برضو اليوترس هي هي. اوكي طيب الصفحة اللي بعدها محترمين رقم 18. 18 بيقول ايه بقى؟ فيميل جاميت، جاميت اللي هي الخلية المؤنثة، ها الفيميل طبعا هي بتكلم على الاوفيوم البويضة. ميل جاميت الجاميتات المذكرة اللي هو السبيرم الحيوان المنوي. ابارت اوف ذا اوفيوم جزء من البويضة تحتوي على الجينيتك ماتيريال، طبعا بيحتوي على المادة الوراثية مين؟ اللي هي النواة نيوكليس. واحد وعشرين ابارت اوف ذا اوفيوم جزء في البويضة بتخزن الفود والنيوترينتس. مين اللي بيخزن الفود والنيوترينتس الموجود جوه البويضة؟ طبعا السيتوبلازم. اوكي يبقى 21 سيتوبلازم. ابارت اوف ذا سبيرم جزء في الحيوان المنوي يحتوي على الجيناتيك ماتيريال المادة الوراثية. يعني بيتكلم على الرأس هيد، الرأس في الحيوان المنوي هو اللي بيحتوي على المادة الوراثية. اوكي 23
جزء في السبرم which contains يحتوي على الميتوكوندريا، يعني نتكلم على القطعة الوسطى اللي هي ميد بيس، دي اللي فيها الميتوكوندريا اللي بتولد طاقة تساعد على حركة الحيوان المنوي. 24 a part of the sperm which is responsible for its movement، جزء في الحيوان المنوي مسؤول عن الحركة اللي هو الزيل التيل، ده بيسهل حركة الحيوان المنوي حتى يصل إلى إيه؟ إلى البويض، هيبقى رقم 24 تيل. 25 genetic material in the cell، المادة الوراثية اللي في الخلية الكروموسوم. The fusion، أول ما يقول لي fusion اندماج نواة الخلية المذكرة مع النيوكليس اوف فيميل جاميت مع نواة الخلية المؤنثة يبقى fertilization. The period، الفترة الزمنية ما بين الإخصاب fertilization and delivery والولادة، هنا بيتكلم على فترة الحمل، الفترة اللي ما بين الإخصاب البويضة بتخصب لحد الولادة تبقى فترة الحمل pregnancy. structure رقم كام؟ 28 نطلع فوق بقى الأحسنية ننسى ونفضل نحل وانتم ما تاخدوش بالكم. 28 تركيب which is formed بيتكون نتيجة successive division of zygote، الانقسام المتوالي للزيجود. طبعا يا ولاد الزيجود لما بينقسم كتير يكون ايه؟ يكون جنين. طب وجنين يعني ايه؟ امبريو. اوكي يبقى الإجابة امبريو. اللي بعده امبيريو بالبي خفيف، انا اسف يا ولاد انا بعتذر. امبيريو اللي بعده جينيتال ديسيز، مرض تناسلي which is caused by spherical shaped bacteria، بكتيريا كروية، مرض تناسلي بينشأ عن طريق بكتيريا كروية. هنا بيتكلم على حاجة اسمها حمى النفاس اللي هي ايه؟ بيوريبرال سيبسيز. اوكي طبعا كل ده بنفس المعنى فممكن نكتب هنا فاهمين يا ولاد؟ يبقى الإجابة ايه؟ بيوريبرال سيبسيز. رقم 30 يا ولاد the period between the beginning of infection، فترة زمنية ما بين بدء العدوى حتى appearance of disease symptoms، ما بين ظهور أعراض المرض، ما بين العدوى وظهور أعراض المرض. هنا بيتكلم على حاجة اسمها إيه؟ فترة الحضانة اللي هي incubation. تبين كده يا ولاد؟ incubation. incubation A period. incubation period. آخر سؤال genital disease، مرض تناسلي بسبب أو سببه سبايرال بكتيريا، بكتيريا حلزونية الشكل. نتكلم عن مرض اسمه مرض الزهري اللي هو ايه؟ سيفلس. اوكي ونفس طبعا السؤال هو هو، تبقى الإجابة هنا سيفلس. اوكي اللي بعده يا ولاد الكومبليت، أول سؤال في الكومبليت نشوف مع بعضنا السؤال الأولاني في الكومبليت بيقول ايه بقى يا ولاد؟ بيقول not aims not بيهدف إلى secure the existence، ضمان وجود and continuity of living organisms، مين اللي بيضمن استمرار وجود الكائنات الحية؟ طبعا reproduction صح؟ اللي هي عملية التكاثر. يبقى نكتب هنا طبعا مفيش هنا مكان نكتب هنا بعد إذنكم reproduction process. اوكي طيب بيهدف إلى حماية الكائنات to prevent حتى يمنعها from نقط، يمنعها منين؟ يمنعها من الانقراض extinction. اوكي يبقى النقطة الأولى reproduction هنا والتانية extinction. اتنين human male reproductive system consists of، جهاز تناسلي في الذكر يتكون من نقط و two vas deferens، طبعا بتكون من
two testes. ها وتو فاس ديفرنس، وطبعا بيتكون من الجينيتال اسوشيتد جلاند والبينس اللي هو القديم. يبقى نكتب هنا جينيتال اسوشيتد جلاند و البينس. اوكي اللي بعده هنا تو تيست لوكيت. التو تيست بيقعوا طبعا نقط ذا بادي، طبعا اوتسايد ذا بادي. اوكي ان ستراكشر، في تركيب يسمى، طبعا التركيب كان بيسمى ايه يا ولاد؟ سكروتال ساك، اللي هو ايه؟ اللي هو كيس الصفن. اوكي يبقى سكروتال ساك. اللي بعد the function of two testes. اوكي وظيفة التو تيست to produce نقط and secrete نقط هرمون، طبعا produce sperms and secrete testosterone هرمون. اللي بعده not is the male sex hormone which is responsible for the appearance of نقط. هرمون نقط في الذكر، طبعا testosterone مسؤول عن appearance of، نكتب الأول testosterone مسؤول عن ايه؟ appearance of secondary sex male characters. اوكي نقول تاني يا ولاد، يبقى مسؤول عن secondary male sex characters اللي هي الصفات الجنسية الثانوية لدى ايه؟ لدى الذكر. مشكلة بس في المكان ده، secondary sex male characters. اللي بعده growth of hair، نمو الشعر in a certain body area في بعض المناطق، not of voice الصوت نقط، development تطور نقط، are from the sign of not in male. سؤال يعني معقد شوية. نمو الشعر في بعض المناطق ونقط الصوت، طالما بيذكر الشخص الذكر ميل يبقى هارشنس. هارشنس اللي هي ايه؟ الغلاظة بتاعت الصوت، صوت تخين. طب وتطور ايه بقى؟ اكيد تطور اللي هي الاعضاء التناسلية اللي هي الجينيتال اورجن. يبقى نكتب هنا جينيتال اورجن اوكي from the sign، من ضمن علامات ايه؟ puberty او puberty يعني البلوغ لدى الذكر puberty. اوكي يبقى هنا هنكتب في رقم 6 اخر نقطه ايه يا اولاد؟ puberty. رقم 7 يا اولاد scrotal sac، كيس الصفن keeps the temperature of test، بيجعل درجة حرارة الخصيتين أو بيحافظ على درجة حرارة الخصيتين 2 ديجري درجتين أقل من النورمال بادي تمبريتشر which is the optimum اللي هي suitable temperature. دي تعتبر درجة مناسبة لجروس لنمو وتطور ايه؟ سبيرمز الحيوانات المنوية. رقم 8 in the reproductive system of human male each test is attached to a highly looped، طبعا كل خصة متصل بمجموعة من الأنابيب الملتفة تسمى إبيديدمس. اللي بعد the final stage، المرحلة الأخيرة من نمو الحيوانات المنوية takes place in، بيتم فين؟ طبعا نفس الفكرة
المرحلة الأخيرة بتتم في الإبيديديمس. اللي بعده رقم 10، فاز ديفرنس ترانسبورت، الوعاءان الناقلان بينقلوا ايه؟ بينقلوا الاسبيرمس الحيوانات المنوية من التست، اوكي، من التستس الخصيتين تو ذا جينيتال داكت او يوريناري جينيتال. نكتب هنا كده يوريناري جينيتال، اللي هي القناة البولية التناسلية اللي هي اليوريثرا. 11، نقط جلاند اند نقط جلاند ار فروم جلاند اسوشيتد وذ ذا ميل جينيتال سيستم. الغدد نقط طبعا طبعا هنا بالجمع جلاندز فنكتب كوبرز، والداتا كوبرز وبروستيتا جلاند ها من الغدد التناسلية الملحقة. 12، سيمنال فلويد السائل المنوي نقط اسيديتي طبعا بيعادل حموضة مجرى البول اللي هي اليوريثرا، بس هنا يعادل يعني ايه؟ استاذنكم بس اكتب هنا نيوترلايزز، بيعادل حموضة اليوريثرا. The female reproductive system جهاز التناسلي في الأنثى بيتكون من نقط 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 and vagina المهمل، طبعا بيتكون من two ovaries مبيضين، بيتكون من fallopian tube قناة الفالوب، بيتكون من اليوترس الرحم، يبقى بيتكون من التو اوفرز فالوبيان تيوبس اليوترس الفاجينا، كل ده فين؟ في الفيميل، اوكي. طيب رقم 14، رقم 14 يا اولاد، The nut is female reproductive organ عضو في الجهاز التناسلي في الأنثى that has shape and the size وحجم of build نقط. طبعا الأوفري المبيض يعتبر ايه يا ولاد؟ يعتبر من ضمن ايه؟ الأعضاء في الجهاز التناسلي في الأنثى، وحجمه يشبه البيلد ألموند اللوزة المقشرة، خدنا الكلام ده قبل كده في الشرح. 15، the two ovary locate inside the body، المبيضين بيقعوا في الجزء السفلي من الجسم، and the lower part of the طبعا في الجزء السفلي من التجويف البطني abdominal، نكتب هنا كده abdominal، نكتب هنا فوق، اوكي، يبقى دي كده abdominal هنا ها. From the ايه؟ From the back من الخلف، اوكي. طيب each ovary release one ripe، كل مبيض بينتج ripe ovum بويضة ناضجة، every knot in exchange بالتبادل مع المبيض الاخر، طبعا طالما قال exchange يبقى 28 يوم، لو ما قالش exchange يبقى 56 يوم، يبقى كل مبيض بينتج بويضة ناضجة كل 28 يوم بالتبادل مع المبيض الآخر. in process في عملية اسمها التبويض اللي هي ايه؟ ovulation. رقم 17، نقط عند نقط ار فيميل سكس هرمون، هرمونات في الأنثى مين؟ طبعا استروجين بروجسترون. اللي بعد رقم 18 يا اولاد يا محلول اهي، زي نقط هرمون ان ميل اند نقط هرمون ان فيميل ار ريسبونسبل، الهرمونات نقط في الذكر وفي الانثى مسؤولين عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه اللي هي تستوستيرون اند استروجين. رقم 19، فروم ذا ساين، من ضمن علامات البيوبرتي ان فيميل، من ضمن علامات البلوغ في الانثى، از اوكيرنس اوف
زور طبعا اللي هي المنسترال سايكل، اوكي، اللي هي الدورة الشهرية. ها every 28، كل 28 يوم. رقم 20 مع بعضنا، فالوبيان تيوب ار تيوب اوف نقط شيبد اوبننج، ليها فتحة شكلها نقط، شكلها فانل، يعني فتحة ذات فوهة قمعية، بتمد بروفايد ويز فينجر لايك بروجكشن، لها بروزات ها اصبعية، تو ريسيف عشان تستلم ذا رايب اوفيوم، عشان تستلم البيضة ايه الناضجة، اوكي. رقم 21، ذا انر وول، الجدار الداخلي للفالوبيان تيوب is lined with، مبطن بايه؟ مبطن بحاجه اسمها سيليا، اهداف، تو دايركت، عشان توجه البويضه نحو اليوترس، الرحم. 22، the two fallopian tube، قناه فالوب، are open، بتفتح in the upper corner of the uterus، في الجزء العلوي منين؟ من الرحم، اوكي. اللي بعده، the knot is hollow pier، عضو اجوف يشبه الكمثرى، طبعا اليوترس، الرحم. ها ذات هاز نقط وول، لديه جدار نقط، لديه جدار عضلي ماسكولار، عشان يلائم نمو الجنين. 24، نقط اكستند، مين اللي بيمتد او بيتمدد from the uterus and the end، مين اللي بيمتد من الرحم وينتهي باكسترنال جينيتال اوبننج، بيمتد من الرحم وينتهي بايه؟ فتحه بوليه تناسليه، بنتكلم على المهبل فاجينا تبع الجهاز التناسلي، فين؟ في الانثى. اللي بعده، رقم 25، فاجينا از نوت تيوب، انبوبه نوت، انبوبه ماسكولار، أنبوبة عضلية، ذات اكسباند، تتمدد ديورنج طبعا بتتمدد أثناء الولادة، اللي هي اللابر. 26، ذا اوفيوم كونسيست اوف، البيض بيتكون من نقط سيتوبلازم، طبعا بيتكون من، البيض بيتكون من نيوكليوس وسيتوبلازم وغشاء خلوي سيلولار ممبرين. سبيرم، الحيوان المائي بيتكون من هيد، راس، وميد بارت، جزء اوسط، اند تيل، سهل دي. ذا ميد بيس اوف ذا سبيرم، القطعه الوسطى في الحيوان المنوي، يحتوي على ميتوكوندريا، which are responsible of energy، مسؤول عن الطاقة، إنتاج الطاقة اللي بيحتاجها for the sperm movement، حركة حركة الحيوان المنوي. 29، كروموسوم كاري، الكروموسوم بيحمل نقط، طبعا الكروموسوم بيحمل الجين، جينز، بيحمل الجينات اللي مسؤولة عن نقط of the species، مسؤولة عن ايه يا ولاد؟ مسؤولة عن الصفات الوراثية اللي هي هيريديتري، اوكي، هيريديتري. 30، نوت ذا فيوشن، اندماج سبيرم من نيوكلاس ويز ان اوفيوم، اندماج نواة ال حيوان المنوي مع البويضة لتكوين، طبعا تكوين الزيجون، والعملية اسمها fertilization، نكتب هنا كده fertilization.
31. نطلع لفوق شوية كده، يلا قربنا نخلص. 31. During fertilization process the sperm secrete enzyme. أثناء عملية الإخصاب السبرم بيفرز إنزيمات which dissolve اللي بتدوب cellular membrane اللي بتدوب الغشاء الخلوي بتاعت البويضة عشان يقدر يخترقها. 32. زيجوت سيل هيومن كاريز، خلية الزيجوت بتحمل طبعا كومبليت نمبر اللي هي 23 و23 اللي هي كام؟ 46 كروموسوم او 23 زوج. اوكي. ذا فيرتلايزد اوفيوم البويضه المخصبه از كولد زيجوت، تسمى زيجوت. اوكي. يبقى رقم 33 تسمى ايه؟ زيجوت. 34. نقط عند نقط ار اكزامبل اوف جينيتال ديزيز، امراض تناسليه which don't arise from sexual contact، امراض تناسليه لا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، يعني زي مثلا بروستيتا كانسر اللي هو سرطان البروستاتا، ويوترين سرطان الرحم يوترين كانسر. يبقى بروستيتا كانسر ويوترين كانسر. ذا انفكشن ويز سيفيلس، الاصابه بمرض الزهري اند نوت از كوزد باي نوت، طبعا مرض الزهري دي تبع السيكشوال كونتاكت، معاه مرض اللي هو اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه جنوريا اللي هو مرض السيلين. اوكي. فنكتب هنا جونوريا او جونوريا. اوكي. سببه ما كنت سيكشوال، اسف، سيكشوال كونتاكت. يبقى السيفلس وجونوريا بسببهم سيكشوال كونتاكت. 36. The puerperal sepsis اللي هو حمى النفاس is caused by not bacteria، طبعا spherical بكتيريا كروية الشكل، بينما السيفلس سببها ايه؟ spiral بكتيريا حلزونية الشكل. فاهمين يا ولاد؟ اللي هي بكتيريا ايه؟ حلزونية ايه؟ الشكل. اوكي. طيب اللي بعده محترمين اللي هي رقم 37. The incubation period فترة الحضانة of puerperal sepsis ده من 1 إلى 4 أيام، بينما السيفلس فترة حضانتها من 2 إلى 3 أسابيع. أعتقد دي سهلة صح؟ يبقى الأولى from 1 to 4 والتانية from 2 to 3 weeks. 3 weeks يا ولاد، انا بعتذر. اي اوكي. نطلع كده لفوق، يلا قربنا نخلص. سيفيلس ديزيز مرض الزهري كان بي ترانسميت، ممكن ينتقل من البريجننت وومن الام الحامل الى الفيتس الى الجنين ثرو نوت اور ديورنج نوت، طبعا بينتقل خلال حاجه اسمها ايه؟ امبليكال كورد اللي هو الحبل السري. اوكي. ينتقل من الام الحامل الى الجنين عن طريق امبليكال كورد، اوكي، الحبل السري، او اثناء الدليفري الولاده نفسها. اوكي. اثناء ولاد دليفري. اللي بعده from the complication، من ضمن الكومبليكيشن اللي هي ايه؟ اللي هي لما الانسان يجي له مرض وما يهتمش بالعلاج فيحصل حاجه اسمها مضاعفات. من ضمن مضاعفات السيفلس ديزيز is the appearance ظهور tumors، ظهور اورام in different body
بارتس لايك ليفر زي الكبد والبونز. بكده كل الكومبليت خلص. اتمنى ان انت تكونوا فهمتوا واستفدتوا. الفيديو القادم نكمل الاسئله. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم محترمين، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.